لكن انت النهارده ما لعبتش، حتى في امم افريقيا ما لعبتش، فرحت والناس هنا جت والاعلام وتصوروا واللعيبه والبرامج على ان انت مركز تاني وما من غير اداء. لو بتكلمني كوره من غير اداء، لو بتكلمني بقى نرفع من معنوياتهم دي قصه ثانيه. حتى انا ظهرت قبل الماتشين على فكره، ماتشين السنغال، في احد البرامج وقلت احنا لو لعبنا زي امم افريقيا هنخسر. الكره مش دايما تدي بالحظ، صح، خد بالك، مش الحظ بس ولا النهارده لو انت الحظ معاك في ضربات الجزاء انت تكسب، بدليل ان اول كورتين ضايعين، انت ضيعت انت كمان كورتين. فممكن تقول ايه، لا ده الحظ مش عارف ايه، حظ ايه، ده فرقه السنغال مضيعه كورتين استحاله يضيعوا، ما جولكش اللي هي في الست ياردة، اللي الراجل في الست ياردة الجون فاضي، الجون فاضي يحطها كده بس في الزاويه بتاعته، هو حطها في الشناوي، هو اللي حطها في الشناوي مش الشناوي شالها. خلينا متفقين، ده كوره، انا بكلمك كوره عشان الناس بتزعل قوي لما احنا بنقلل انا بتكلم يا جماعه كوره. بس الشناوي شايل كورتين تانيين، يعني بص كوره منهم اللي هي نفس اللعيب اللي هو في متناول بابي سيسيل، في متناول مش اللي هي باللي اللي في النص، دي متناول، لكن الثانيه دي اللي هي الواد لف وشاطها. بص بص ناوي صد الفرق، الناس بتزعل، دي صعبه، دي تقيله. بص بص الناس بتزعل من الكلام. ايوه الشناوي جون كويس، جون كويس، لا بس النهارده كان كويس. استنى بس، نمره واحد، نمره واحد عشان الناس ما تفهمنيش غلط. بس ما شالش حاجه صعبه، لا لا لا، الكره اللي هي بالنسبة شوطه فولود يا كابتن، بالنسبه لك ماشي، اصل الكره مش انا ممكن اتفق معاك في كل مش اللي وقعت من ايده. أيوة مش اللي وقعت من ايده وكان ممكن يجيبها تاني في الزاويه الضيقه، مش صعبه، مش صعبه، كلمني انا بتاع كوره وعارف. مش صعبه اللي في نص الجون بالهيدرز، مش صعبه، تمام، تتشال، ما اسمه جون كويس. حضرتك ما انا موقف جون، طيب بس يعني ياخد حقه على الاقل، يعني ما تسيبش الفريق كله وتمسك في العمل عشان تفهمني كويس، عشان بس ما حدش يفتكر انت بتقلل مني يا هاني، عشان تفهمني صح، عشان الناس انا في ايوه كمل. لا الناس كمل. بتعمل ايه، بتقطع حاجه وتجيب حاجه. كمل. الشناوي نمره واحد، نمره واحد، جون كويس، جون كويس، اهو انا بتكلم اهو عشان ما حدش يقول لك ايه انت بتقلل. انا بتكلم على ان انا لعيب وعارف ايه الصعب وايه السهل، تمام. ايوه الفرق بين لعيب منتخب ولعيب عادي ان انت لما تقف جون ما طبيعي هتجيب اي حاجه، انك انت تجيب الصعب. النهارده ما جاش الصعب. طيب ده يبقى الشناوي مش قليل، الشناوي ما كانش وحش مثلا لا النهارده، لا ما كانش وحش خالص خالص، وما فيش اخطاء منه. بس انا بتكلم انت في كورتين تمام ما جولكش اصلا، كوره والجون فاضي، وكوره الانفراد اللي هي في الشوط الثاني، لو واحده منهم جت كنت هتخسر. انت النهارده الشوط الثاني شويه لما نزلت زيزو ونزلت مصطفى محمد ودونجا بدأت شوية أحس بيك في الملعب، لكن مش شغل إيجابي. ما حسيتش بيك على المرمى، هي بتاعت زيزو بس اللي هي عدى من ناحية الشمال. أيوة. ولعبة في الدقيقة المفروض كان لعبة في البعيدة. غير كده أنت ما جيتش تكسب ليه؟ أنا رايح بقول إيه يا رب أكسب، وأنا معاك، ما أنا عايز أكسب بأي طريقة.